بصي يعني انا عايزاكم تشوفوا البرجر ده اغلى برجر في مصر فعلا، يعني مفيش برجر اساسا الحجم ده هتجيبوها الواحده ب 20 جنيه اكيد. فانا هخلي لوشي تجربها واعرف هو ايه ده وليه ب 20 جنيه البرجر ده. اتفضلي يا لوجي. عارفه يا لوجي لو طلع طعمها مش حلو هخصمها من مصروفكم انتوا الاثنين. بس يعني هو برجر يعني زي العادي بس. أيوة. هو جيلي. ايوه يعني بص هو ده ايه. أيوة. وده الخس. أيوة. وده الجبنه وده البرجر. طب فين البرجر بقى؟ مش حاطين ضحكين عليكي بالبرجر. لوجي بقى هتدوق وتقول لكم الطعم ايه. يلا ودوق حبيبي. انت كمان برجر بايت. حلو. طعمه ايه؟ مش عارفه. جيلي؟ حلو ولا وحش؟ طيب يعني مصمص. لا 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 خلاص يبقى اخصمه من المصروف. اخصمه من المصروف. لا خلاص حلو قوي. لا لا حلو جدا جدا. حلو جدا. لا ادوق انا كمان عايزه ادوق البرجر ده. حتة صغننه. انا اصلا ما بحبهمش يعني. انا هاخد حاجه واحده بس ما مش هدوق من ده كله. خليني انا هدوق في العيش مش هدوق من الحاجات اللي تحت. طعم الجيلي يعني طعم الجيلي ليه بقى ب 20 جنيه؟